اليوم روح حماسية جميلة. Thank you.
انت على الوقت المخصص يا بعد المغرب وانا استمر جمهور العين
때문에 싫어.
استمتعنا بأجواء رائعة، المباراة كانت ودية حماسية والإثارة كانت حاضرة حتى الدقائق الأخيرة. في الأخير تمكن نادي العين من التتويج بلقب أول ألقاب الموسم. ألف مبروك لنادي العين وهارتك لنادي الأهلي. لا خسر اليوم في ظلك الشريف من توج اسمه بهذا الصرح الرياضي العريق. تشرفنا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل بن زايد. بحضوركم أصبح للنهائي معنى آخر. سيدي الكلمات كانت تقف عاجزة عن التعبير عن مشاعرنا. شكرا مخالف لأنك دائما تصنع فرحتنا. شكرا على نعمة وجودك بيننا. نعم سيدي، بشوفتكم بات العيد أحلى وأحلى. استمتعنا بمباراة رائعة بوجودكم جمهورنا وتفاعلكم طوال المباراة. بالتأكيد وجودكم أضاف الكثير لهذا النهائي. فعلكم نبض الملاعب في كل الملاعب، وهنا في درة الملاعب، هنا في استاد محمد بن زايد. قبل التكريم بعد أن حقق لقبه الأول في أول نسخة في موسم 2008-2009. لا زلت أذكر تلك المباراة، كنت حاضر في المدرجات. تمريرة رشيدي الساخرة وهدف شهاب أحمد في آخر الدقائق. هذا النهائي الثالث للعين بطبيعة الحال. ألف مبروك لجمهور الزعيم. وإبراهيم عبد الملك عضو نائب رئيس مجلس إدارة شباب نادي الأهلي. النجاح حضورنا الكريم، النجاح ليس عمل الفردية بكل معنى الكلمة، بل منظومة يسمح فيها شركاء رابطة المحترفين الإماراتية، هم شركاء النجاح. تحية شكر وتقدير من القلب ودرات رئيس الدولة السيد المهندس فيصل عبد الله الحمادي. ودرات رئيس الدولة أسهمت في ترسيخ الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الإمارات خلال الخمسين. أفضل لاعب في المباراة برعاية الصلاة تتوقعوا منو؟ والآن مع تسجيل الميداليات التذكارية لحكام مباراة اليوم، حكم الساحة محمد الهرمودي، مراقب المباراة
عمر ياسر بوتي. الآن مع تكريم وصيف هذه البطولة فريق قدم الكثير للأمانة وظهر بصورة رائعة. هذا لنادي شباب الأهلي. وصيف هذه البطولة يتمنى له حظ أوفر في البطولة الآسيوية القارية الممثل الإمارات الوحيد في هذا المحفل الآسيوي الكبير. ندعو لاعبي فريق النادي الاهلي الصعود للمنصه للتلبيس بالميداليات الفضيه. وشباب الاهلي الممثل الوحيد لكره الامارات في دوري ابطال اسيا في النسخه الحاليه. فرسان كرتنا نثق فيكم لرفع راية الوطن. جاهزين؟ يتقدم إلى منصة التتويج فريق العين لاستلام الميداليات الذهبية. ألف مبروك. ألف مبروك. لنادي العين اليوم حقق اللقب الثاني بعد ان حققه اول مره في نسخه 2008. ادعو لاعبي نادي العين الصعود في منصه التتويج واستلام الميداليات الذهبيه. ما زال الموزعين فرصه لتحقيق الثنائيه خاصه كما ذكرت ان العين يتصدر الدوري ويأمل بالتتويج باللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه والأولى منذ ثلاثة مواسم. إنها لحظة البطولة، لحظة الإنجاز وبطولة كأس رابطة المحترفين. هيا بنا ننطلق. Thank you.